كيف ترى مسألة اتساع رقعة الصراع و يعني نية بنيامين نتنياهو لطول أمد الحرب، وإلى أي مدى تريد إسرائيل هذا، وموقف الإدارة الأمريكية من هذا؟ يعني مساء الخير لك يا فندم وللمشاهدين وللفريق العامل. بالطبع رقعة الصراع يعني تتصل بما تدفعه الإدارة الأمريكية نحو التهدئة بين الطرفين المتحاربين. طبعا الطرف الأول هو إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، والطرف الثاني هو إيران، ولكن بشكل غير مباشر بواسطة أذرعتها المنتشرة في لبنان وسوريا والعراق واليمن. لكن يعني هذه التوجهات هي بالأساس ضمن المفهوم الذي حدث بعد 7 أكتوبر، والذي يقوم على أن الإدارة الإسرائيلية المتطرفة باتت لا ترى إمكانية بالعيش بينها وبين حزب الله من ميل، وبينها وبين حماس من ميل آخر، وباتت تتصرف بطريقة مختلفة وكأنها تريد تغيير قواعد الاشتباك. وهذا القواعد لابد من السير بالمواجهة العسكرية حتى تتمكن القوى المحيطة من أجل إنجاز اتفاق جديد. وهذا الاتفاق الجديد لن يكون كما في السابق بالقبول بوجود حماس كقوة عسكرية تهدد مستوطنات إسرائيل، أو حزب الله الأعلى الشمال الإسرائيلي الذي يهدد دوما المستوطنات. إذن هذا الاشتباك المفتوح تريد من خلاله يعني حكومة بنيامين نتنياهو القول بأنها يمكنها تسديد ضربات موجعة لما حصل لها في 7 أكتوبر، وهذه الضربات تحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى حماس وحزب الله و يعني الحوثيين في اليمن، ولكن بصورة غير مباشرة هي تريد أن تفتح أو أن تجر هذه الأطراف لمواجهة فعلية بينها وبين إيران. وهذا يعني ما يدل على أن إسرائيل دكتور خالد برأيك هل ستكون لبنان ساحة للتصعيد من جديد؟ يعني لبنان بما حدث البارحة من اغتيال للرجل الأول في حماس ومهندس عمليات العمليات العسكرية واللوجستية والقريب من إيران وحزب الله بأنها استطاعت أن تصطاد سيطرة تماما. لكن على ما يبدو اليوم أن خطاب السيد حسن نصر الله كان هروبا إلى الأمام، وبالتالي هو يعني قال إذا إسرائيل افتعلت مشكلة في لبنان وحاولت التدخل سنرد عليها بقوتنا ولن يعني نقف مكتوفي الأيدي. وبالتالي هذا يعني أن الحزب يعني هرب من جديد وحاول ابتلاع الضربة التي تلقاها في عقر ظهره، وخاصة أنه هو يعني على علاقة مباشرة مع العروري وهو يحمي العروري، وهذا يعني وكان هناك لقاء ما بين يعني العروري وبين حزب الله وتم اغتياله قبيل هذا اللقاء، وهنا رسالة قوية لحزب الله في لبنان ولاختراق سيادته. يعني هذه الرسالة بالأساس هي أن لا مأمن لقيادات حماس، وخاصة أن يعني من فترة كان يتسرب بين الفينة والفينة بأن إبعاد قيادات حماس إلى دول مجاورة، وربما يعني أطلق بالاسم الضيف والسنوار سيكون يعني يتجهون إلى لبنان. وهذا الاغتيال قد وضع حماس يعني أمام معضلة جديدة بأن لا جناح العسكري في لبنان قد يكون في أمان، ولا يعني قياداتها بحال أي تسوية ستكون بمأمن عن عمليات الاغتيال. وهذه الرسالة
يعني استبقت الحكومة الإسرائيلية وتحديدا بنيامين نتنياهو أن هذه الرسالة ليست موجهة إلى حزب الله، وهو بالتالي أربك الحزب، لأن العروري هو ينتمي ليس للحزب وإنما ينتمي إلى حركة حماس، وعلى حركة حماس هي أن تقوم بالرد. وكان البيان البارحة أن حركة حماس معنية بالرد، والرد سيأتي من الداخل وسيكون ردا كبيرا وردا عميقا، وربما الحزب يحاول ضرب يعني أو يعني تنفيذ ضربات موجعة تستطيع إسرائيل أن يعني تستوعبها ضمن قواعد الاشتباك، لأن قواعد الاشتباك المرسوم هو يعني ليس الدخول في حرب، وإنما البدء بتنفيذ ربما عمليات نوعية على غرار ما تنفذها يعني القوات الإسرائيلية في سوريا ضد حزب الله والميليشيات والحرس الثوري.